شوطنا 16 في تعدادي أشواطي صباحي هذا اليوم شوط الختام بهذه الانطلاقات الصباحية الجميلة والرائعة شوط خاص بالإذاعة الجعدان نتمنى التوفيق للجميع كما ننوه بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم نسير ننطلق نتابع الصدارة والبداية والمقدمة وأرى هناك وابل اللي قاد المجموعة وابل على الصدارة بشعار هجن الشحانية وتقدم جابر بن سالم بن فاران المري من يتابع تحديات وابل يلي مع المركز الثاني مقدام من الجانب الآخر هجني إنتاج أم الزبار محمد بن بخيت بن برقام بن مجارح يقدم هذا الاسم الزعيم يتسلل بدوره من الزاوية الأخرى ومع السياج الخارجي ينطلق على مستوى المركز الثاني بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان عوض بن مبارك بن سعيد مهيري يقدم تحديات الزعيم اللي تسلل بدوره مع المركز الثاني المركز الرابع يصل في هذه اللحظات الراوي لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع متابعا لتحديات الراوي على مستوى المركز الرابع خامس التحديات وخامس الانطلاقات يتقدم موفق لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية تضميره و تدريبه وعلى مستوى المركز السادس ياتي القحيدي مع هذا التقدم ومع هذا الانطلاق شعاري هجني انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم القحيدي مع المركز السادس سابع التحديات وصول في هذه اللحظات مع شاهين بشعاري هجن الرئاسة ومتابعة سعيد بن مظفر بن محمد العامري من قدم أيضا نجومية في هذا الصباح ومع التوقيت الأفضل والأجمل ياتي مع شاهين على مستوى المركز السابع المركز الثامن هملول لهجن الرئاسة انطلاق السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وتاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام يصل في هذه اللحظات يتقدم ينطلق شاهين التابع لهجن الرئاسة متابعة العملاق أيضا سعيد بن مظفر بن محمد العامري وعلى مستوى المركز العاشر نختم النداء مع حملول التابع لهجن الرئاسة بانطلاقة ومتابعة وتحديات سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة وأرى هناك الاندفاع التلقائي الحاضر منذ البداية الصدارة والمقدمة والزعيم اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط وشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري ياتي الخبير ايضا بانطلاقاته وتحدياته على مقدمة هذا الشوط بهذا الاندفاع المتميز وابل مع المركز الثاني وابل لهجر الشحانية جابر بن سالم بن فاران متابع وابل مع المركز الثاني المركز الثالث انطلاقة مقدام لهجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن مرقان بن مقار حياتي بتقدم وتحديات ايضا في هذا التقدم مع مقدام على مستوى المركز الثالث رابع التحديات الراوي لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يقدم الراوي على مستوى المركز الرابع بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس والقحيدي هذا الاسم الترابع
الاماراتي ياتي ايضا على مستوى المركز الخامس لهجني انتاج ام الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يقدم القحيدي على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات، وصل شاهين في هذه اللحظات مع المركز السادس لهجن الرئاسة يقود سعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز السابع هملول لهجن الرئاسة وانطلاقة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن شاهين لهجن الرئاسة سعيد بن مظفر بن محمد العامري. تاسعا من الجانب الآخر أيضا هملول لهجن الرئاسة يقود بهذا الانطلاق في هذا التحدي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ومع المركز العاشر يتسلل يتقدم ينطلق في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة. ياتي شاهين بشعار هجن الرئاسة ومتابعة، وتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ما شاء الله، هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في ختام هذه الأشواط الصباحية مع هذا السن، سن الإذاع، سن الإمتاع، وشعاراتي أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك التغيير، 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 التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله، الراوي قاد المجموعة، بدأ يروي ويحكي قصة هذا الشوط بشعار هجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يقدم الراوي، بدأ يسدل أيضا القصة في الانطلاقات والتحديات. ولكن أرهني القحيدي، أرى القحيدي اللي قاد المجموعة مع لوحة الكيل المتر الأخير، الكيلو المثير. القحيدي بدأ يتقدم بشعار هجن إنتاج أم الزبار، وبقيادة أحد الشباب ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتابع بهذا الانطلاق. ولكن ارصد للقادم شاهين من بدأ يتسلل مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة يقود سعيد بن مظفر بن محمد العامري. شاهين مع المركز الثالث لهجن الرئاسة، ومتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. واللحظات، اللحظات الأخيرة، القحيدي انطلق بناموس هذا الشوط، سجلاته ذهب. على فكرة رصيد العام الماضي بندقية في سن اللقاية على أرضية ميدان الشحانية، ولكن خلي بالك شاهين قادم يتسلل في اللحظات الأخيرة بهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط. سلام للرئاسة وهجنها، تهانينا لسعيد بن مظفر بن محمد العامري على فوز شاهين بالمركز الأول. القحيدي مع المركز الثاني، هجن إنتاج أم الزبار المركز الثالث، شاهين لهجن الرئاسة المركز الرابع. ياتي أيضا عاري هجن إنتاج أم الزبار المركز الخامس، شعاري هجن الرئاسة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام لمراكزنا المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية بانطلاقة شاهين. التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح بشعار هجن الرئاسة 8:57، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن مظفر بن محمد العامري، من قدم النوعيات المتميزة في هذا الصباح. سلام 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 بهذا الأداء المتميز اللي قدمه شاهين القحيدي مع المركز الثاني 8:58 بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن إنتاج أم الزبار أيضا، تهانينا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول ثالث المراكز.
ياتي شاهين بتسع دقائق ثانيتين وتسع اجزاء من الثانيه. تهانينا لهجن الرئاسه والتهاني لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس للجميع.